تعد قوة الهمة والإرادة الركائز الأساسية للوصول إلى النجاح. يستطيع الفرد من خلال قوة العزيمة أن يحقق أهدافه ويصل إلى ما يريد من النجاح والتفوق. يعتمد على سياسة دمج الجنسين في نادي واحد، الذكور مثل الإناث، عندنا ما في فرق، وشاركوا الأندية الرياضية كلهم في المنافسات الرياضية فيها. وطبعا الحمد لله كرمناهم التكريم اللي يلوق لهم من ميداليات وجوائز وغيره، ويكفي أنه كان التغطية الإعلامية فيها. لكن أنا أيضا لازم أركز على شيء واحد، كنا إحنا نتبع الهيئة العامة للرياضة بالدرجة الأولى، نشاطنا الرياضي. أنا مثل ما قلت لكم إن إحنا عندنا مشكلة في إن عدم وجود مرافق رياضية في المكان اللي إحنا فيه، وبالتالي قاعد نستغل قدر الإمكان الإمكانات اللي ممكن إن إحنا نستفيد منها. مثل يعني احنا الساحل اللي قدامنا هذه وضعنا فيها بعض اللعبه ولعبتين، طاولات تنس ولعبه البوشيه، وبدينا في صايعين المقاييس 100%، ولكن على الاقل نوجد نوع من التنافس. والحمد لله الان احنا عندنا منتخب كويتي مشارك في بطوله فزاع الدوليه للبوشيه، وهذا معناه ان احنا قهرنا الصعوبات وبدينا نشارك باسم دوله الكويت في هذه البطوله. ايضا احنا الان قاعدين نستعد حق بطوله غرب اسيا في لعبه الريشه الطايره وايضا البوشيه. احنا على فكره بالاضافه اني كوني انا رئيس نادي ورب الرياضي للمعاقين، ايضا انا رئيس اللجنه البارالمبيه للريشه الطايره الكويتيه، وهذه طبعا لجنه جديده ظهرت، ومتحملين ان نعاند كل الظروف. والفريق الآن قاعد يتدرب بشكل يومي في صالة نادي الكويت الرياضي للمعاقين، وعندنا أمل إن شاء الله أن نوجد صالة قريبة من النادي علشان يكون إحنا سهل علينا الاطلاع، لأن إحنا كنا نغطي المنطقة الشمالية الجاهرة والمناطق المجاورة لمنطقة الجاهرة مثل مدينة ساعد ومدينة جابر الأحمد، مناطق مثل الصليبخات وانت نازل، كذلك جزء من الفروانية، محافظة الفروانية. نحتاج أن يكون يمنا صالة أيضا عشان نقدر نتابع لاعبيننا. فوجود اللاعبين في حولي وإحنا في هذا المكان البعيد شوي عنهم، أي نعم الفريق العمل مو مقصر، عندنا مشرف يتابع يوميا، موجود وياهم يتابع تدريباتهم، يتابع كل الأمور، يرفع لنا تقارير أسبوعية. إلى أن لما تكون لك الصالة أكثر تقدر تنوع في تدريباتك وكل الأمور، غير لما تأخذ جزء من الصالة. قوة الإرادة والهمة هي أساس التفوق وتعزيز الثقة بالنفس عند اللاعب، تجعله يتحرك بخطى ثابتة نحو النجاح والإبداع، وتعطي دفعة إيجابية لبذل المزيد. كذلك احنا الان مقبلين ان شاء الله على توقيع بروتوكولات في جمهورية مصر العربية، ونادي وربة الحمد لله يأتي يعني حتى دعوة على مستوى القصر الرئاسي ان نزور جمهورية مصر العربية، وهذا طبعا ما تحقق في يوم ولا ليلة. الحمد لله الدعوة موجودة رسمية في احتفالات السنوية اللي تقام في جمهورية مصر العربية، الاتحاد المصري والعربي موجود هناك، فالدعوة كانت بالنسبة لنا يعني تشريف كون ان احنا ممثلين لدولة الكويت في هذا التجمع الكبير واللي راح يكون تحت رعاية وحضور رئيس جمهورية مصر العربية.
وراح نستغل ان شاء الله زيارتنا بتوقيع بروتوكولات كثيره وعمل معسكرات ايضا، خطه لعمل معسكرات مستقبليه لنادي وربه بالذات في جمهوريه مصر، وايضا الاستفاده من الخبرات من مدربين واداريين، وايضا هي فرصه للاطلاع على ما تحققته جمهوريه مصر العربيه من تطور، كوننا احنا تونا جايين ايضا من بطولة طوكيو 2020 للبارا أولمبية، فمصر معروف أنها حققت نتائج طيبة، وأيضا إحنا راح يكون لنا أيضا زيارات للدول العربية اللي حققت نتائج جدا رائعة في بطولة طوكيو والبطولات السابقة بعد، ونطلع على أهم إنجازاتهم ونجاحاتهم. قوة الإرادة والهمة هي أساس التفوق وتعزيز الثقة بالنفس عند اللاعب، تجعله يتحرك بخطى ثابتة نحو النجاح والإبداع، وتعطي دفعة إيجابية لبذل المزيد. نادي وربة بنجاحاتها اللهم لك الحمد، مو بس انك انت تتقلد الميدالية او تحصل على مركز، تحدي الظروف الصعبة. نادي وربة في اصعب الظروف لما ما كانت في ميزانية، رحنا شاركنا في ورشة عمل وبطولة في دولة الامارات بمدينة الشارقة، وحققنا فيها هناك ميداليتين، ميدالية ذهبية وميدالية فضية في لعبة الريشة الطائرة، هذا ما كانت في ميزانية. في عز جائحة كورونا وبقوتها واجتياح العالم، احنا كانت لنا ايضا مساعي ومشاركات في عز ان الدول كانت ماخذة احتياطاتها والخوف انك تسافر في مثل هذا الوضع الوبائي اللي كان منتشر في العالم، شاركنا في بطولة فزاع. كان مشاركتنا في بطولة فزاع للريشة الطائرة البطولة الثالثة، كنا رايحين بلاعبين، لكن كانت في عندنا غرض من المشاركة، هي ان اولا ننجح بطولة فزاع بالمشاركات العربية اللي زيادة يكون في عدد دول عربية، فاذا كانت البطولة مقامة في دولة عربية وخليجية بالذات لازم يكون احنا لنا دور في دول مجلس التعاون الخليجي ان ندعم هذه البطولات. كذلك حبينا ان نطلع لاعبيننا، لان اللعبه جديده على المستويات الدوليه، اللاعبين العالميين اللي قاعد يمارسون هذه اللعبه، خاصه انهم كانوا يستعدون حق بطوله طوكيو 2020، فدخلنا احنا بطوله فزاع واستفدنا منها من ناحيه التنظيم، من ناحيه عمليه معرفه المستويات الفنيه اللي وصلوا لها اللاعبين، والأمانة حاشتنا دهشة لما شفنا أبطال العالمين وطريقة لعبهم. الفرق الكبير اللي قاعد يصير ما بين رياضة المعاقين سابقا ورياضة المعاقين حاليا، حتى شكل الكراسي المتحركة تغيرت، وإحنا إن شاء الله قبل بطولة غرب آسيا أنا بحاول أني أخذ اللاعبين أوديهم معسكر في جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية فيها لاعبين موهوبين في لعبة الريشة الطائرة،